أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود وسليمان وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده وورث سليمان داود وورث سليمان داود وقال يا إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده
وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي فتبسم ضاحكا وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. الله الله فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وتفقد الطير وتفقد الطير وتفقد الطير
وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وتفقد الطير وتفقد الطير وتفقد الطير وتفقد الطير لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه فمكث غير بعيد فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك وجئتك من سبب بنبأ وجئتك من سبب بنبأ يقين
Somali. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله، ألا يسجدوا لله ألا ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش ويعلم ما تخفون تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم تولى عنهم فانظر ماذا
قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. إنه من سليمان قالت يا أيها الملأ إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها و
والشمس وضحاها صدق الله.